سمع الله لمن حمده اللهم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه إلهنا إلهنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت إلهنا إلهنا ذكرك قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الروح تبارك الذي من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب وبرجاء رحمته تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب إلهنا إلهنا ما طابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك ما طابت الدنيا ما طابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك ولا الآخرة إلا بقربك ورؤيتك ولا الآخرة إلا بقربك ورؤيتك يا حبيب التائبين يا سرور العابدين يا قرة أعين العارفين يا أنيس المنفردين يا حرز اللاجئين إلهنا إلهنا كل فرح بغيرك زائل كل فرح بغيرك زائل وكل شغل بسواك باطل إلهنا إلهنا
قبلت الوفاء من السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا لك سجدة ونحن لم نزل مقرين بربوبيتك معترفين بوحدانيتك ما سجدنا قط إلا بين يديك ما سجدنا قط إلا بين يديك ولا رفعنا حوائجنا إلا إليك ببابك أنخنا ولمعروفك تعرضنا وبكرمك تعلقنا وبتقصيرنا اعترفنا وأنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول إلهنا قد انشغلنا بك قد انشغلنا بحبك قد انشغلنا بذكرك عن طلب مسألتنا فيا إلهنا يا من أنت أعلم بنا من أنفسنا وأعلم بسؤلنا منا اللهم أعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا نسألك في هذه الليلة المرجوة في مكان محبب إليك وليلة محببة إليك بقلوب منكسرة وبأعين دامعة اللهم وقفنا بين يديك رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا قد أجمعنا على سؤلك سؤالا واحدا ورجاء اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم يا حي يا قيوم اللهم باعد بيننا وبين نارك كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم يا حي يا قيوم اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا اللهم حرمنا على النار نعوذ بك اللهم من نار لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها
على النار. إلهنا 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 ما عصيناك استخفافا بعظمتك، ولكن سولت لنا نفوسنا يا رب يا رب يا رب. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. نشكو إليك ضعفنا، نشكو إليك فقرنا، نشكو إليك ذلنا. يا ملك يا عظيم يا قوي يا جبار، يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم حرم على النار أن تمس أبشارنا. نسألك في هذه الليلة المرجوة ونحن عبادك، نحن عبادك قد وقفنا بين يديك نتضرع إليك، نلح عليك بالدعاء إلا حرمتنا على النار. يا رب يا من زينت جنتك لعبادك الصالحين، يا من فتحت أبوابها الثمانية في هذه الأيام المباركات، نسألك فضلك، نسألك فضلك، نسألك فضلك. إلهنا إلهنا جد علينا برحمتك، جد علينا برضوانك، جد علينا بجنتك. اللهم يا حي يا قيوم اجعل الفردوس الأعلى مستقرنا. اللهم يا حي يا قيوم ما أنزلت في هذه الليلة من خير ورزق وبر وسعة رزق وفرج، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلته في هذه الليلة من بلاء وشر وهم وغم وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم هذا الدعاء، هذا الدعاء، هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.